لقد تم الإفراج عن دفتر الشروط يوم الخميس 17 فبراير، وكل المستثمرين خاصة المحليين وصل إليهم أو استخرجوا دفتر الشروط اللي كانوا ينتظرون فيه منذ الإعلان عن هذه المناقصة في أواخر شهر ديسمبر. هذا دفتر الشروط هو بين شركة شمس والمتعاملين أو المستثمرين. كان فيه تجاوب كبير سواء من المستثمرين الأجانب أو الوطنيين. احنا لاحظنا وقرأنا جيدا وتمنعنا في الجانب التقني والتكنولوجي، حيث إن كما قلت لك نستهدف تكنولوجيا حديثة، أولا حديثة ذات مردودية كبيرة خاصة في الخلايا الكهروضوئية والعاكس الحراري هو لوندولير. فرضنا في هذا المشروع نسبة إدماج من المحتوى المحلي، محتوى محلي قد تصل إلى 40-50 أو أكثر. تقريبا 8 مدخلات تدخل في صناعة أو تشييد المحطات الكهروضوئية. تقريبا كل المدخلات مصنعة محليا بنسبة متفاوتة. عندنا نقص في الخلايا الكهروضوئية، لكن بعد شهور قد نصل إلى اكتفاء ذاتي يقارب 100%. فيما يخص الجانب الاقتصادي للمشروع، نعرف باللي كل واحد ميجاوات يخلق تقريبا بين 4 إلى 5 مناصب عمل، فما يساوي دونك 5000 بالنسبة ل 1000 ميجاوات، تقريبا 5000 منصب عمل مباشر. تخص هذه المحطات 5 ولايات: ولاية بشار، ولاية تقرت، ولاية ورقلة، ولاية الواد، وولاية الغواط. والقدرة بين 50 إلى 300 ميجاوات لكل محطة تقريبا. بروجكت فينانس هذا المستثمر هو اللي يجلب الأموال، لكن احنا أنشأنا بما يسمى سوسيتي دو بروجي، شركة مشاريع، ولي فيها 66% من المستثمر و34 كأسهم و34 بين شركة سوناتراك وشركة سون الغاز دو 17-17 دو 34%. لماذا؟ لأنه يكون عندهم نظرة ومتابعة ومتابعة للمشروع ونظرة عن المشروع و متابعة، وخاصة بما يسمى بالفرنسية لا مينوريتي بلوكونت. في حال ما إذا هذه الشركات أرادت أن تتراجع فتقدر تكون عندها معارضة من طرف هذه الشركات، شركة سوناتراك وسوناغاز الموجودين في التركيبة المالية للمشروع.